لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكما سمعتم الأثر الذي ذكره الدارمي رحمه الله عن الحسن وهو مفيد جدا، وكان الحسن رحمه الله يأتي بالكلام على صورة كلام النبوة، ولذلك قالوا أن الحسن تأثر بما شربه من لبن أم سلمة، ولذلك كان كلامه كلاما متينا يدل على قوة بالعلم، وقد أثنى عليه العلماء ثناء عظيما. وكان من كلامه الذي سمعتموه يقول: السنة بين الغالي والجافي، أي سنة وسط لا غلو ولا كذلك جفاء عنها، ولا إفراط فيها ولا تفريط فيها، كذلك جعلناكم أمة وسطا. فنهى الله عن الأمرين، نهى عن الغلو ونهى عن التفريط، فقال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فنهى الله عن الغلو في الدين، والغلو هو مجاوزة الحد، أن يجاوز العبد الحد في الأمور الشرعية الدينية، فمتى ما تجاوز العبد الحد كان ذلك غلو. فغلو في الأقوال، غلو في الأفعال، غلو في أي شيء من الأمور إذا تجاوز العبد الحد الشرعي، تجاوز الدليل النبوي، تجاوز القرآن والسنة، فإن ذلك من الغلو الذي ذمه الله سبحانه وتعالى. الشيخ mentioned that Al-Hasan al-Basri رحمه الله, his speech was like, يعني it appeared like the speech of the Prophet والسلام, يعني in the way he put it together, in the way he formed his words. And some of the scholars mentioned that it appears he was affected by his drinking from Salama's milk, radiallahu anha. So Al-Hasan al-Basri mentioned that the sunnah is between extremity and falling short, no fanaticism, no falling short. So the Sheikh mentioned the sunnah is that it's the intermediate, it's the intermediate way. And he says extremity is when the slave overrides or surpasses the bounds, shara'i, the religious bounds set by Allah. When he goes past the Quranic evidence or the prophetic evidence, now he's fallen into wulu. And he mentioned the statement of Allah Ta'ala, O people of the book, لا تغلو في دينكم, do not be fanatic in your religion, ولا تقولوا على الله إلا الحق, and do not say about Allah except the truth. So Allah Ta'ala prohibited fanaticism in the religion and transgressing over bounds. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في الدين كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذهابه في الجمار، فقال يا ابن عباس، وقال يا عبد الله اجمع لي حصى، يريد ان يردم الجمار، فجمع ابن عباس حصى الخد صغارا يرمي بها الجمار، فقبضها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، إنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وكذا روى الإمام أيضا أحمد رحمه الله من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعة يوم القيامة. ذكر الإمام الظالم الغشوم قال: وغالٍ في الدين. الصنف الثاني الغالي في الدين لا تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا ابن عباس وهذا معقل بن يسار
يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الغلو في الدين. الأول يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة منه ويقول الهلاك بالغلو، وبالثاني يحرم الشفاعة يوم القيامة، الشفاعة التي تنال الأمة يوم القيامة والذي يسعى الناس إليها يحرمها صاحب الغلو في الدين لأنه ارتكب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشيخ mentioned the hadith of Ibn Abbas رضي الله عنه that when he was on Hajj with the Prophet عليه الصلاة والسلام and the Prophet عليه الصلاة والسلام wanted to throw the stones at the Jamarat, he commanded Ibn Abbas to gather some pebbles, so he gathered small pebbles and the Prophet عليه الصلاة والسلام came from him and he said, oh people, throw with pebbles like these, throw with pebbles like these and beware of extremity in the religion. For verily those before you were destroyed by their extremity or their fanaticism in the religion. And he mentioned the hadith of Ma'qad ibn Yasar radiallahu anhu that the Prophet ﷺ mentioned two types of people from my ummah will be prohibited my intercession. Two types of people from my ummah will be prohibited my intercession. الظلوم الغشو. And the second type, الغالي في الدين, the one who is extreme in the religion. The first type, some type of oppressor. The second type, that's my shortcoming as a translator. Some type of oppressor, and the second type was, and it's the one who is extreme in his religion. So the Shaykh mentioned that Prophet ﷺ, in the hadith of Ibn Abbas, in the hadith of Ma'qal, he mentioned extremity in the religion was a cause for destruction of previous umam, and it's a cause for one to lose his intercession, Yawm al-Qiyam. ومما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم في سلوك الهدي الوسط في سلوك العدل الخيار في الأمور الدينية ما روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر فمن يشاهد الدين يغلبه إن هذا الدين يسر ومن يشاهد هذا الدين يغلبه وكذا روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة قد ربطت حبلا تصلي في بيتها فإذا فترت كانت زينب رضي الله عنها إذا فترت تتكئ أو تقوم على الحبل فتصلي فإذا تعبت تأخذ بيدها على الحبل وتصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا قالت كذا وكذا وذكرت ما قلناه من حديث زينب فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما عليكم ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا أي عليكم من الأعمال ما أمر الله بها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فالإنسان يسلك ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه وصيامه ونومه وحياته كلها. النبي كان إذا قام إلى الصلاة ورأى كعبا صلى جالسا فالإنسان يسلك في عبادته وأمره كله الاعتدال في الدين الذي أمر الله به سبحانه وتعالى. The Sheikh mentioned that the Prophet ﷺ is saying it was reported by Imam Bukhari on the authority of Abu Huraira رضي الله عنه. He said, إن هذا دين يسرا فمن شد الدين غلبا. Verily this religion is one of ease. And none, is extreme in the religion or too severe in the religion, except that it will overtake him. And he mentioned it repeatedly. This religion is one of ease, and none is severe or extreme in regards to it, except that it overtakes him. And he mentioned the Prophet ﷺ, the master had seen a rope hanging tied between two pillars. And so he asked, what's this? They told him, this is for Zainab. She prays standing until she gets tired, and then she leans on it if she becomes tired.
So the Prophet ﷺ said, ma, yani a sign of disapproval. And he said, عليكم من العمل ما تطيقون. He said, it's upon you to do deeds which you are able to bear. It's upon you to do from the deeds that you are able to bear. And he mentioned, and the Prophet ﷺ commanded taking down the rope. And the Shaykh mentioned that it's upon the slaves who follow the methodology of the Prophet ﷺ in intermediacy in his worship. And the Prophet ﷺ used to, if he got tired, he would sit down in a salah. ثم في هذا الأمر المهم ننبه على ما يلقيه بعض الناس شبهة بزعم أن هذا الدين يسر فيرتكب المعاصي ويقول الدين يسر يشرب الخمر ويقول الدين يسر ويرتكب الموبقات والمحرمات ويرتكب الزنا ويرتكب ما نهى الله عنه وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فكما قال الله عز وجل فحسبه جهنم وبئس المهاد إياكم أن يدرج عليكم الشيطان هذه الشبهة الدين يسر بأن يسلك الإنسان ما أمر الله وينهى وينتهي عما نهى الله جاء عن الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا فيجب على المسلم أن يسلك اليسر الشرعي لا اليسر الرأي والعقل إنما المطلوب هو اليسر الشرعي متى ما وجد العبد دليلا شرعيا من القرآن أو من السنة عمل به وأخذ بالرخصة فإن الله يحب أن تؤتى رخصه التي أمر الله بها ليس معنى اليسر ارتكاب المعاصي ليس معنى اليسر ترك الأمور الشرعية ليس معنى اليسر ترك ما أمر الله به وارتكاب ما نهى الله عنه. So the Sheikh mentioned from the hadith of Hadith Abu Huraira in Sahih al-Bukhari, the Prophet ﷺ said, in the deen yusr, verily the religion is one of ease. The religion is ease. So the Shaykh mentioned some people fall into a chokha, they say the religion is ease, and they end up falling into sins. They fall into major sins, destructive sins, like drinking khamr and fornicating, and they say the religion is ease. And they use this hadith as a proof. So the Shaykh mentioned, it's upon you to understand ease, and you shudder your understanding, and you take the rukhas, the licenses that Allah Ta'ala permits us, according to the Sharia, the belief is found in the Quran and the Sunnah, and not according to people's opinion. وفي نهاية هذا الأمر الذي نحب أن ننبه عليه ونحرص على إخواننا سلوكه وهو التمسك غاية التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن في زمان الغربة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم بدا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وعليكم في الغرباء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أننا في زمن غربة وكلما تمسك الإنسان بالسنن كان غريبا بين أهله وذويه كان غريبا في مجتمعه كان غريبا في أمته كان غريبا في كل مكان فأوصيكم بالتمسك بالسنن وترك الأمرين الذميمين الذي نهى الله ورسوله عنهما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في متن الطحاوية ودين الله الذي أنزله من السماء وهو دين الله واحد في الأرض وفي السماء بين الغلو والتفريط دين الله بين الغلو والتفريط
فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نهى الله عز وجل عن الغلو. وهكذا جاء عن الأئمة رحمهم الله تعالى النهي عن هذين الأمرين، فنوصي أنفسنا وإياكم بسلوك السنن واتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله على محمد آله وصحبه وسلم. The Sheikh mentioned, I encourage you, and a strong encouragement as much as I can, with adherence to the Messenger alayhi salatu salam, because we're in a time of fitna, and the Prophet alayhi salatu salam mentioned, verily the deen began strange and it will return strange, so it's upon you to seek the strangers. And he mentioned the saying of Imam al-Fahawi. Before that, the Shaykh mentioned, I warn you against falling into the two dispraiseworthy affairs, the two blameworthy affairs, any extremity or fanaticism of the religion, and its opposite, falling short. And he mentioned the saying of Imam al-Fahawi, rahimahullah, Allah's religion is one, in the heavens and the earth, and a religion between extremity and falling short. And the saying of Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Allah Ta'ala prohibited extremity and falling short. So with that, he summarized it and he said, sallallahu alayhi wa sallam ala Sayyidina Muhammad, may Allah's salat and salam be upon our Messenger Muhammad. The first question, what do you know regarding the group called Al-Shabaab in Al-Sawmal? طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يعني السؤال الذي ضمن المطروح وهو عن أحوال جماعة الجهاد في الصومال أو المحاكم، جماعة المحاكم في الصومال، فكلام أهل العلم في هذه الجماعة معلوم ومعروف أنها جماعة خارجة عن السنة وجماعة فساد، كما كان الشيخ يقول رحمه الله عن جماعة الجهاد أنهم جماعة فساد، وقد أفسدوا كما هو الواقع المشهود به، أفسدوا بالبلاد أيهما فساد، فلا يغتر إنسان بهم ولا كذلك يناصرهم ولا يقف في صفهم، إنما هم جماعة مبتدأ يجب الحذر منهم والتحذير. The Sheikh mentioned, he said, as I've understood the question, it's regarding the group, the jihadi group in Somalia, and he said the speech of Ahl al-Ilm regarding it is well known. And he mentioned, as the Sheikh, Sheikh Muqbil rahimahullah, said regarding Jamaat al-Jihad, they're a corruptive, destructive group. And he mentioned their destruction and the corruption is is something that's witnessed in the reality in front of our eyes. And so he said, one is not to stand in their row, nor is he to support them in any way. They are a deviant, or he said, innovative group, Jamaat al-Bidariyah. They are an innovative group. The Sheikh asked people. Now you have the next question. The next question, how is one able to improve his memorization and his memory? يسألون عن كيفية تحسين الحفظ وكيفية طيب طالب العلم إذا أراد أن
يكون عنده ذاكرة طيبة وحفظ طيب، لابد أن يسلك التأصيل العلمي في حفظ المتون التي أوصى بها العلماء، فلا يتطلع إلى المحفوظات إلا أن يكون له سلما طيبا في الحفظ، فيبتدئ في علم الحديث، علم الأحاديث، يحفظ عمدة الأحكام، يحفظ رياض الصالحين، يحفظ بلوغ المرام، فإذا انتهى من هذه المحفوظات حفظا طيبا ورأى من ذاكرته حفظا طيبا واستطاع أن يتذاكر في هذه الأحاديث ويسمعها تسميعا طيبا، انتقل إلى ما هو أرفع من ذلك، حفظا لصحيح البخاري وحفظا لصحيح مسلم إن تيسر، وهكذا مما فتح الله عليه بالمحفوظات. وهكذا في العلوم الأخرى، إذا أحب أن يحفظ في علم الأصول هناك منظومة العمريتي رحمه الله يحفظها ويتقنها، وهكذا في علم النحو يحفظ كذلك منحة الإعراب في الحريري رحمه الله، وكذلك في العلوم الأخرى قد ذكر شيخنا يحيى حفظه الله لو تراجعون موقعه في كيفية الحفظ والتدرج في الحفظ والتدرج في طلب العلم، ما تسمعونه يكفي إن شاء الله فيها. The Sheikh mentioned taking on يعني the small before the big in regards to memorization, like taking a ladder. He said, for example, in the knowledge of hadith, if one's going to begin memorizing hadith, he begins with the smaller matun like Umdat al-Ahkam, and then we add Riyad al-Salihin, and then Bulugh al-Maram. And then if he finds from himself that he's able to memorize this, and he's able to recite back the hadith well, then he moves on to that which is greater than that, like Sahih Bukhari, and then Sahih Muslim if he's able. And he said, likewise, in other branches of knowledge, if it's regarding usul, he mentioned the poem of Amrithi that he wrote regarding the knowledge of usul. Or in Nahu, he mentioned the Lumhat al-I'rab in Nahu. And he said, likewise, one must memorize these matun, and inshallah, to strengthen his health. And he mentioned returning back to the Mocha of the internet site, where you'll find the sayings of Sheikh Yahya regarding this issue. He's answered this question, and shall you find what benefits you there. Barakallahu feekum. Another question asked. Some of the people, there were those who say that which takes place between two shaykhs stays between them, and it's not for anyone else to get involved. What's your opinion on Sheikh? Yes, everyone about the message. إن ما يفعل بين الشيخين يبقى بين الشيخين ولا يتدخل أحد أو أحد في ذلك كما يقولون. من الشيخين أكيد يقصد أبيك وشيخين. طيب يعني المسألة علمية يعني تطرح على اختلاف عالمين او اختلاف يعني رجلين من اهل العلم، كل منهما يتكلم في الاخر، كيف يسلك الانسان منهج السلامة في هذا الامر؟ لا يسلك منهج السلامة الا اذا طبق قواعد السلف في هذه الامور. ف ينظر الجرح المغتر في كلام أحدهما في الآخر، وما سبب كلام أحدهما في الآخر، والجرح المغتر يقدم على الجرح المجمل، ثم بعد ذلك الفتن يحتاج النظر في عواقبها وفي أسبابها وما سبب وجودها. فأما كون الإنسان لا يتدخل هذا كلام غير صحيح، لكن العبد يقرأ ومن أجل أن يتضح له الحق
من أجل أن يظهر له نور الإيمان. كيف سيظهر له الصواب من الخطأ وهو معمن عليه؟ كيف يتبين له الهدى من الضلال ونحن نقول له لا تقرأ لا تفعل؟ لا، هذا كله ليس بصواب. ولو تراجعون ما ذكر في هذا الباب ستجدون كلاما شافيا في موقع العلوم، يعني شبكة العلوم السلفية، تجدون ما يفي بهذا الغرض وزيادة. The Sheikh mentioned if mas'ala of ikhtilaf takes place between two scholars, then one is to look into, or one is to apply the principles of the Salaf in that regard. And like this, he will tread the safe minhaj by applying the principles of the Salaf. So he said one is to look into the kalam of one regarding the other and this regarding that. Where is the jarh al-mufassir, the detailed criticism? And he said the detailed criticism is given precedence over the general criticism. And he said, or the general praise. Now, so he said, as far as some said stay out of it, he said, how will the cup and the bottle become clear one from the other to an individual if he doesn't read and he doesn't seek out the truth? He said, how will the light of the man become clear to him if he doesn't read and seek knowledge? So he said, as far as saying one does not enter into these affairs, then that's not correct. But the slave is to read in order to seek the truth. And he said, refer back to the website Ulum. You'll find there what benefits you, inshallah. Another question I asked, what is the ruling on that which they call in the Somali language Hegbed? If you're not familiar, I think this is what the Fed will know. It's when a group of people come together and they give a certain amount every single month, and that all that money goes to one individual, and that happens for like a period over like 1 or 2 years. أنا شيء سمع من صغري فكان يعني تجمع بالمال الشخص ما ويجتمع هذا يسمع كيجمع الاثنين ويجمع الفوضى يسمعون يجمع الفوضى يسمعون عن الجدقة؟ لا يجمع الشخص ما إذا كان المقصود على هذا الذي فهمناه السؤال وهو أن يجمع مال من بعض الأشخاص يكونون 5 أشخاص ثم كل شهر يضع كل واحد منهم مبلغ من المال يعني أو 100 دولار أو 10 دولار وذاك يضع 10 وذاك 10 وذاك 10 ثم لنهاية كل شهر يعطى واحد ثم يمر الشهر الآخر حتى يعطى المال لكل واحد منهم. هذه الصورة قد ذكرت عند العلامة الفوزان حفظه الله فقال هذا الفعل لا يجوز ومحدث. وسئل أيضا غيرهم من العلم إذا كان هذا المال الذي يجمع ويعطى من كان محتاجا لا يشترط فيه الترتيب لكن يجمع المال ثم يعطى من كان محتاجا ممن يعني جمع المال فهذا لا بأس به. وأما إن كان لا بد من الترتيب فلان ثم زيد ثم عمر وإذا احتاج الأول لا يعطى إلا إذا أخذ الآخر فقالوا هذا مما لا يجوز العمل به. So the Sheikh mentioned, if the question is been understood correctly, that what takes place is there's a group of people, say for example 5 people, and then each month, each one puts in a certain amount, whether it's $1,000 or $100 or $10, each one puts in this amount, and at the end of each month, it's given to one individual from amongst them.
first month for this individual, the second month for this, the second, the third month, and so on and so forth. He said this scenario has been put forward to the Sheikh Fawzan, may Allah preserve him, and he said this is not permissible. He said this is from newly innovated ways. He said if a person is in need, then they are to gather and give them money without having such an organization. But if they have an organization where they're giving money, first it has to be so-and-so, and then he said Amr, and then he said so-and-so. Whereas maybe one needs the money, he's in a necessity for the money before his turn comes, but they refuse to give him the money because his turn hasn't come yet. He said, in this scenario, it's not permissible. Another question I'll ask. They asked, an individual has taken out a student loan and they have not paid it back yet to those who they've taken the loan from. Is it permissible for this person to go Hajj, bearing in mind that they have the intention to pay it back? ذهب إلى الحج إن كان فرض عين وهو حج الإسلام واستطاع أن يقترض من أجل أن يحج وعنده ما يستطيع أن يقضيه به فعل، وعسى الله عز وجل أن يسر له قضاء هذا الدين بهذه النية الطيبة. وأما إذا كان الحج حج سنة وقد حج من قبل حج الفريضة فلا يذهب إلى فعل السنة ويترك يعني قضاء الدين وهو واجب عليه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بحق الشهيد أنه يقف عند باب الجنة حتى يقضى عنه دينه، وأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على رجل وكان عنده دين حتى قال أبو قتادة دينه علي يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فما قلت إن كان الحج حج فريضة واستطاع أن يستقرض أو كان قد اقترض وأراد أن يذهب الحج فيذهب إن شاء الله ثم إذا رجع قضى بقدر ما يستطيع، وإن كان حج نافلة فلا يذهب حتى يقضي دينه. الله أعلم. The Sheikh mentioned if it's an obligatory Hajj for the Ayn, he hasn't previously performed Hajj and he has the ability to take a debt in order to do so, and he has the ability to pay it back, or he foresees himself having the ability to pay it back, then it's for him to do so. It's for him to do so, to take the deen and go for Hajj. Whereas if the Hajj is sunnah, and I mean it's permissible, it's preferable, it's not obligatory upon him, he's already performed Hajj, then it's better for him to leave this off. Like the Prophet mentioned regarding the martyr, he stands at the gate of Jannah until his deen has been paid for him. And the Prophet ﷺ refused to pray over a man who had deen, and Abu Qatada said, his deen is upon me, a messenger of Allah, and then he prayed over him. Another question I asked, is it from the Sunnah to say, Alhamdulillah ala salamatik, when someone returns from their travel? يعني تحية القادم من السفر إذا أقبل يسلم عليه ويعانق، الذي جاء في السنة أنه إذا قدم رجع من سفر كان السلف رضي الله عنهم يعانقون الذي يقدم ويقال له
ليس على الدوام. الحمد لله على سلامتك، الحمد لله الذي سلمك الله. على أي سرعة إن كان ساكن البيت لا يعتقد أن هذا من السنة، إنما هو من أعراض الناس التي لا تعارض الشرع، فلا بأس بالقول فيها، لكن لا يعتقد أنها من السنة. So the Sheikh mentioned that it's from the way of the Salaf that they used to greet one if he came back from a journey, and it's permissible to say Alhamdulillah ala salamatik or Alhamdulillah aladhi sallamak, but he's not to pick one particular wording as belief that's from the Sunnah, but rather this is from the customs of the people that is not in opposition to the Sunnah, so it's permissible to do so. No. Another question to ask. What should one do if he has a nightmare? And what is the sunnah that he should do once he has a nightmare? قد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه إذا رأى النائم ما يزعجه من الشيطان فإنه ينفذ عن شماله ويغير مضجعه ثم يستعيذ بالله منه ثم بعد ذلك يعني ينام، وإذا استطاع أن يصلي حين يقوم ويذكر الله عز وجل ولا يخبر بتلك الرؤيا التي رآها فإنه لا يضره كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم تختارون يعني ضيق الوقت عندنا، تختارون إذا هناك أسئلة مهمة تذكرونها للإخوان بعد الجواب عن هذا السؤال. The Sheikh mentioned, as for the one who has been, or the one who sees a dream from the shaitan, that which bothers him, then it's come in the sunnah on the Prophet ﷺ that he is to change his, he spits over his left shoulder, and a light spitting over his shoulder 3 times, and speak roughly with Allah from that dream, from the evil of the dream, and if he can't, and he changes the position he was sleeping in, and if he wishes to, he stands up to pray. And seek refuge with Allah from the evil of that dream, for verily it will not harm him, as the Prophet ﷺ said. And the Sheikh mentions, if the brothers have some questions that are more important than others, that those questions be put forward, because the time is going late. Sister asked, she says that I don't intend to vote, I didn't want to vote, and I know it's impermissible, but my mother attempted to force me, and I refused, so she made dua against me and said that may every good deed that you do never be accepted from Allah. So will dua be accepted from my mother, if she's my mother? رغبت أن تنتخب إلى انتخابات لإختيار جهة الخادم، وأنت مؤمن عن رغبت وأن تسعى إليها وغيرت إلى أن تتخيل، وأن الله سبحانه وتعالى دعاها أن الله لا يستحق منها أبدا، هل هذا الدعاء استجاب لها؟ القول بالانتخابات لا يجوز ولا العمل به، فالانتخابات طاغوتية، كفر من عند اليهود والنصارى، لا يجوز العمل به ولا القيام به ولا مناصرة هذه الفكرة العلمانية. فإذا الإنسان امتنع من الانتخابات والقول بها فلا ينكر عليه أبدا، بل هو الواجب ألا يقال بها ولا يعمل بها. أما المرأة التي رفضت الانتخابات فجزاها الله خيرا، فعلت الذي يجب عليها، وأما أمها فأسأل الله أن يهديها، ودعاؤها على ابنتها لا يضرها بإذن الله، فإن الله عز وجل أبنها عن الاعتداء في الدعاء، وهذا منه، وإن الله لا يحب المعتدين، قال أهل العلم هو الاعتداء في الدعاء. الشيخ mentioned that in Kafat, voting is haram. And
يعني any type of involvement in it is haram, whether it's supporting it by speech or taking placement with their actions. And so the one who, and he mentions it's a false deity from the Christians and the Jews, and it's from the belief of the Armenia, the atheists, it's from the way of the atheists. So what's wajib is to leave it off. And whoever left it off, he's never to be dispraised, but he should be praised. And the Shaykh said, Jazakallahu khairan, that Allah rewarded with good the woman who left it off, and her mother's dua against her will not harm her, inshallah, because Allah Ta'ala prohibited i'tida in dua, he prohibited transgression in dua, like Allah Ta'ala said, وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Allah does not like the transgressors, and the scholars said, the meaning here is transgression in dua. Two more questions, some of the people they say about us, يعني, ever since we open up the masjid, they say that, يعني, that you brothers, يعني, that you only stick to, or that you don't stick to the kibar of the ulama, and you only stick to Sheikh Ahyad. And they say that Sheikh Ahyad, إِنَّمَا هُوَ طَالِبُ الْعِلْمِ. They say, oh, he's only a طالب العلم. فمن منذ فتح هذا المسجد بدأنا جهولين أن ما تلازمون يفهمون كبار أن تلازمون شفاها وخلوا أن شفاء من أخطاء العلم. طيب لا تبالون يا أخوان دعوتكم استمروا عليها لازم الرق في الأمر كله وما كان لله سيبقى وما اتصل بالله اتصل وما انقطع عن الله انفصل فلازم في مسجدكم الدعوة إلى الله ولو استطعتم أن تدعوا أحد مشايخ دار الحديث هنا ليقيم عندكم شهرا أسبوعا أسبوعين إقامة دورة علمية يعلمكم بها دين الله عز وجل تفعلوا هذا طيب جدا تتقوى الدعوة وتشرح الدعوة ويعرف الناس أن دار الحديث بدمناك فيها علماء وفيها مشايخ حديث وعلم. وأما الشيخ يحيى فأقول كلمة الحق ندين الله بها أنه يعد من أعلم أهل الأرض إن لم يكن ينافس أعلمهم. الشيخ وفقه الله تآليفه تفوق المئتين وحفظه مما لا يوازى في هذا العصر به أحد وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإذا قد نال الإنسان هذا الخير حسد من الكثير من الناس فتراهم يزهدون فيه يقولون طالب علم يقولون كيف ما يقولون. الشيخ يحيى قد كند له علماء عصره بالخير والفضل الشيخ ربيع وفقه الله الآن يثني عليه خيرا ويزكيه ويمدحه ويثني عليه وكذا الشيخ محمد بن هادي المدخلي يثني عليه ويقول الشيخ يحيى يوضع تحت الجناح وقد أظهر الله علمه وحكمته في الدعوة بما يعني ينغص قلوب أهل الأهواء والحاسدين. The Sheikh mentioned that Sheikh Yahya, he said, first of all, brothers, be patient upon your da'wah. And if you have the ability to bring over one of the scholars from Dar al-Hadith here to there to stay with you for a month or for a week or for 2 weeks and to teach you Allah's religion and do so, that's a good thing. And the Sheikh mentioned that Sheikh Yahya has more than 200 books authored. And his memorization is, yani, he's from the most memorized people of this time. And when you reach this level, people are going to be jealous of you. So they say you're merely a student of knowledge, or he's merely a student of knowledge, and they say as they say. And he mentions that the scholars of his time have borne witness to his knowledge. And he mentioned the Sheikh Rabia and Muhammad bin Hadi and others who are scholars say he's to be put under the wing. Yani, he's from the scholars to be taken from. And he mentioned he's from the most knowledgeable. He said, أَقُولُ كَلِمَةً وَحَقٍّ
كلمة الحق أدين الله به. I say a word that is true and I seek getting closer to Allah thereby. The Sheikh Yahya is from the most knowledgeable, if not, يعني he's competing with the most knowledgeable people on the face of the earth at this time. And he mentioned this is going to be a reason for the people who, of jealousy and envy to try to reduce from his stature, say merely students of knowledge. So if you be patient, continue in your da'wah. Inshallah, this is the last question. We see from some of the sisters who ascribe to a da'wah salafiyya, they call up some of the du'as, and sometimes يعني, they do it يعني, to ask them questions. And sometimes the questions, يعني, they know that it's irrelevant, but they still call them يعني, just for the sake of calling them. And some of them go to the extent and they say, يعني, أحبه, يعني, I love so-and-so da'i for the sake of Allah. And they mention his name. So what's the rule in this? يعني تقول هذه الكلمة قبل هاتف هكذا نعم لا لا عفوا لا أبو فجر أبو فجر يا عبد المساء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول المرأة عورة فيجب على المرأة ألا تتأثر بمنهج الكافرات المرأة المسلمة لا بد أن تكون محتشمة تكون عندها الحياء عندها العفة فلا تتجرأ كتجرأ الرجال وإذا أحبت أن تسأل عن دينها وكان لديها زوج أو أخ أو أب فلتجعل محرمها يسأل عنها وإذا كان ولا بد من سؤال أهل العلم عن أمر ضروري فإذا سألت وكان ليس لها محرم تسأل بأدب وعفة وبدون تكسر بالصوت ولا حاجة لأن تقول المرأة ولغيرها من النساء تتكلم بما بينها أحب الداعي فلان أو أحب الداعي فلان هذا مما قد يستهويه الشيطان مما يزل به قلوب الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء ولتتق الله المرأة ربها عز وجل ولا تكن سبب فتنة الداعي إلى الله عز وجل أي إن كان الشيخ منشن حديث الضفاف عليه الصلاة والسلام المرأة عورة was reported by a Muslim so it's upon a Muslim woman to be shy and to be modest and if she and she's not to be affected by the way of the Kafira, the female kafirs. But if she has a question regarding her deen, she should ask her brother or her father or her husband or one of her near relatives to ask on her behalf. And if she has no other way, then she asks directly without softening her voice and without making herself a fitna for the da'i, illallah. And it's not appropriate for them to sit amongst themselves afterwards and say, I like or I love the da'i so-and-so or the da'i so-and-so. And it says it's upon her to fear Allah and not make herself a fitna to the du'a. Yeah. And the sheikh has a final advice or na'am, and the siha that he'd like to give. ختاما لهذه المحاضرة المباركة نسأل الله أن ينفع بها نقول أوصيكم مرة أخرى وأحرص عليكم التآخي والتآلف فيما بينكم والحرص على طلب العلم وعلى جمع الكلمة وعلى الرفق واللين بالأمور كلها وعلى كذلك تعليم إخوانكم وحفظ القرآن وتعليمهم السنة بقدر ما تستطيعون والله الله عز وجل بالسنة الله الله بالسنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
The Sheikh mentioned one last nasiha from our brothers. I'd like to encourage them with brotherhood and gentleness and having yani what little kalima being in one word, being upon agreement, not being upon ikhtilaf. And he mentioned clinging to the sunnah, Allah, Allah, sunnah, yani cling sunnah, cling to the sunnah. And he said, teach yourselves and teach your brothers. He said, memorize the Quran and learn from the sunnah and teach it. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يبارك فيكم. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم.